انتي مدلولة جاوبيني واش انتي هي عصبية ولسانها طويل وعندها الحمية في الانستغرام وانا متأكد مليار في المية غادا غير تخرج من هنا غادا تمشي تضرب لي الطر وغادا تدير عليا كاع هاشتاغ وغادا تشوهني مع العادي والبادي. اليوم ضيفة ديال هاد الحلقة هي النجمة المتألقة نرجس الحلاق، غادي نحاولوا نعصبوها ونطلعوا لها التونسيون وغادي نشوفوا هاد الحلقة كيفاش تخرج. واصل ونواصل. مراد وطاقم العمل كيتصلوا بضيف وكيعلموا ان غادي تحضر معنا البرنامج توك شو سميتو سانك سانك على ام بي سي 5. برنامج فيه كتلقى الضيفة مع جمهورها مباشرة، ولكن الضيفة اللي معرفاش هو ان الجمهور دير اليد مع مراد، وحتى الضيفة الثانية فاتي جمالي اللي غتكون متفقة مع مراد. المهم كلشي متفق باش يطلع لك الطونسيون. وسمحي لينا من دابا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج 5 5. برنامج 5 5 يستضيف يوميا نجوم 5 5 على قناة ام بي سي 5. اليوم معنا نجمة مغربية متألقة نرجس الحلاق. نرجس مرحبا بك. الله يبارك فيك. كيفاش دوزتي هذا النهار ديال رمضان اليوم؟ كوب فاصل ونواصل. واخا ما كاينش رمضان على اساس انه في رمضان نسولك على رمضان كي داز النهار باش نبانو بحال اللي صايمين. سي بون؟ اها يعني ما عرفتش نكذبوا شويه على الناس ماشي مشكل بحال اللي دابا كيدوز في رمضان نسولك على النهار كيفاش داز. طلع كورات وهاد الحاله. جيب لي لانجيت عفاك. لانجيت؟ ماشي تحيد لي المكياج والكاميرا كيفاش غتصورني بلا مكياج؟ ما عنديش انا مشكل نكون بلا مكياج ولكن ماشي الكاميرا وداك الشيء زعما برنامج خاص يكون مع لا لوميير. لا غير على الصوره ديالك انت مع الجمهور وصافي ما عنديش مشكل. نعم بلاتي اشرح لي واش صايمين حنا ولا زعما فطرنا؟ حنا صايمين. بلاتي واش هذا البرنامج كيشبه لهداك الشيء اللي كتبقى تشد فينا؟ نعم ما سمعتش. واش كيشبه؟ شوف زابي هاد اللعبه ديال رمضان وهذا الشيء باش ما نبانوش باش نبانو كريديبل زعما ما نبانوش الا زابيناها راه الكونسيبت مشات. 3 2 1 اي انت كتعمدي ديري الباز؟ بديت كنت ستريس. واش نصنفوك انت كائنه انستغراميه ولا فنانه؟ وصاحبي انا صاحبي السؤال اللي كنسول ما كتبغيش تجاوب كنعاود نسول شويه سؤال جريء ما كتبغيش. او راه سولنا الكونسيبت ما بغاش تجاوب. سولنا سؤال شويه فيه شويه جرأه ما بغيتش تجاوب شنو نقول ليها شنو؟ ما عجبنيش الحال. المهم انا كنصبر ياك ولكن من بعد كنولي كنضرب كنقدر نهرس شي حاجه حدايا ولا تهضر معايا بالادب. احترميني عافاك. وانت خصك تحترمني. راه غتخرجي من هذه الحلقه مشهوره. مشهوره؟ شوف شوف اخويا سير الله يعاونك انا والله ما عنديش لقانا لهاد التخربيق هذا كامل. وراه انا والمخرج مهز انا وياك انت بعيده اختي. راه انا عندي معاه مشكل هو ماشي انا كنحترمك خليني نمشي. شوف حتى تصنتي والله ما عندي معاك مشكل انت تفضلي. ما تكونيش شويه عصبيه عافاك باش تبان الصوره ديالك زوينه كتباني مقلقه بزاف. 3 2 1 اي نرجس الحلاق ما كايناش الغيره ما بين الفنانات وحده كتحفر الاخرى ولا على حسب الانسان كيفاش هو داير في الاصل ماشي ضروري بين الفنانات. علاش انت سمحي لي على هذا المصطلح كيبريكوليو بك كيبريكوليو كيعمروا بك مثلا تقابي واش بصح ولا لا كتبان لك زعما انت فاصل ونواصل. ماشي ما بغيتيش تعطيني البوز؟ البوز واش انت جايبني هنا باش دير بيا البوز؟ عادي زعما اللي بغيتي. لا انا ما نديرش بيا البوز. فتحي قلبك انا رجيت انت كتموتي على البوز. لا لا ما عجبك السؤال نحيدو بلا ما تقلقي. واش انت بلاتي دابا نسى هاد الشيء هذا باش تظن انني انا نسى الفكره ديالك عليا هي انني كنموت على البوز. انا غير كنسول. هذا راه سؤال استنكاري. دابا ملفز كيقفز. ما تجبدليش شي حاجه ديال البوز انا ما كيعجبنيش ندير البوز. ما ديرش بيا زعما البوز. واخا رجعوا 3 2 1 اي عندنا الضيف الثاني. الضيف الثاني شكون اللي كتوقعيه يكون؟ عندنا لك المفاجأة اليوم، واش تتوقعي يكون معك هنا حسن الفد ولا مهدي فلان ولا فاتي جمالي؟ غنواجهك بواحد الضيف، شكون اللي كتوقعي يكون؟ حيت أنت عزيز عليك البوز، غتعيط لمهدي فلان. أنا ما باغيش ندير البوز، أنا جيت ضيف آخر.
معايا ومعكم نجمة هذه الحلقة وهي الضيفة الثانية فاتي جمالي. نعاودو الدخلة بيان نعاودو عافاك مراد اجي شوف عندي وقلة شي مشكل في فين هو ديال الميكرو واش انت منيتك جايبة تخيتي قبل مني وانا ضيفة تانية وشنو عادي لا اجيت معطلة ولك ما تدخلنيش جات قبل منك تحبنيش انا وياها وباش نحميو الطرح شعل العوا في مراد العشابي انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدوي على نرجس الحلاق وبالعاني خلينا الميكرو شاعل باش نرجس تسمع كل شيء وتزيد شعل انا نسمع ديك خيلتي لا ما عرفهاش اصلا لا ولا وسمحي لي انا بغيت ندير خصني نضيف مفاجاه ضروري يكون معها وانت تعطلتي الله يرحمك الله يرحمك الله يسمحنا سيركم ملي تقد البروغرام ديالك وتعرف تلاقي الضيوف ديالك الله يرحمك شوفي 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 الله يرحمك واش اصلا الحلقه عندي بارد يرحمك عفاك روتوش مكياج روتوش مكياج لفاتي صافي 3 2 1 اي معايا ومعكم في هذه الحلقه فاتي جمالي مرحبا بك فاتي جمالي مرحبا بك شكرا ربي يخليك انتم الفنانات كيفاش كيدوز عندكم الاجواء الرمضانيه بعدا تسحرتي البارح مزيان صبحتي بخير البارح دابا واخا ماشي رمضان حنا كنسجلوا دابا حنا كنكذب على الناس غير ايفيت هذا السؤال ما نقدرش نكذب واخا هي زابيتي للسؤال وانت انا راه مصبح وانا نقول لك زابي سؤال علاش قلتي هي زعما فاتي سميتي فاتي شوف انا والله ما بقيت قادره نكمل والله خليني نمشي بحالي الا برزتك نمشي لا لا انا ما حساش براسي مزيان كنسولكم على رمضان انت ما بغيتيش تجاوبي هي ما بغيتيش تجاوب ما فهمتش لا انا قلت لك ما نكذبش بغيت نمشي بحالي عافاك لا لا خليك انا غادي نمشي نرجس انا برزتك انا اللي غادي نمشي نرجس 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 انا اللي غادي نمشي برزتك نرجس الله يرحمك الوالدين وغادي تمشي مقلقه عليا غير سيري انا اللي غادي نمشي اصلا نرجس الله يرحمك الله يرحمك ما تقلقيش عليا نرجس الله يرحمك الوالدين نمشي بحالي الله يرحمك لا والله الله يرحمك الله يرحمك مراد انا لا نمشي خليكم خليكم الله يرحمك الوالدين ما تقلقيش انا لا نمشي الله يرحم لك الوالدين نرجس ما تقلقيش عليا نرجس نرجس الله يرحم لك الوالدين ما تقلقيش عليا خلينا نكمل الميسيون هذا يلا نكملوا عفاك 3 2 1 اي فاتي جمالي نظرك انت نرجس كتجري على البوز ولا النقاش هذا ما عنده حتى شي معنى صور لا تصور انا ما دوش ليا هذا الشيء فاصل ونواصل دابا انا المشكله اللي عندي هي انني كنبقى ساكته ياك ولا هضرت كنخربقها فهمتي عليها كنبقى ساكته زعما ما كنعرفش نزوق في الهضره دابا هادشي اللي مطلوب منك انك ما تزوقيش في الهضره اذا انت باغي البوز انا ما باغاش ما جايش ندير البوز ندوزو لفقره الجمهور الجمهور شكون اللي عنده شي سؤال تفضلي بغيت نسول نرجس الحلاق مؤخرا شفت واحد اللقطه ديالك في واحد الفيلم اللي كانت فيها واحد القبله ديال الرئه واش هاد القبله هي اللي عاوناتك باش ديري هاد البوز وباش ديري هاد الشهره بحالك عفاك قولي السؤال بطريقه زوينه عفاك نعاود السؤال لا لا ماشي ضروري تعاود السؤال صافي خليها فوت هاد الهضره هادي عفاك واخا فوتها عفوت عفوت عاشو كيدير وفوت حيت ما يعجبكش الحال فوت اسئلتك محرجه والله ماشي كاستوند محرجه حتى اجوبتك حتى هي محرجه انا كنقول الصراحه صافي اوكي برافو عليك مزيان انت انسانه محترمه انا فاجئتيني بغيتيني ما عمري انا هضرت معاك ولا دخلت معاك في شي هضره اللي هي شخصيه ولكن كنت كنحترمك كنت كنت كنحترمك ودابا دابا جيتيني في شكل ما عجبنيش الحال وانا اختي انا عمرني ما احترمتكش داكشي اللي كديري ما كيعجبنيش حره في رايي دابا واش انت صريحه ولا وقحه نتي شنو الا احترمي راسك حيت داك انت وقحه لا لا ما زيدش عليا الضرب ولكن لو وصلنا لكلمه الوقاحه هذاك نيفو اخر كنهضروا عليه ناري يا ربي يا ربي اش درت شنو الذنب اللي ارتكبت في حياتي صافي الله يعطيك السر دوز هادشي هذا باش ما عطى الله
عافاك نحيدوا هادشي ديال التخربيق هذا هادشي حتى هادشي هذا اللي حدايا حيدوا والله عافاك 3 2 1 اي دابا نورمالمون خصك ملي تجيب شي ضيف يكون كاينه شي علاقه شخصيه كتجمع ما بينك ولا في نفس المستوى ولا شي حاجه هكا ما تخلطش شعبان مع رمضان وا 2 1 اي نرجد الحلاق علاش انت مدلوله فاصل ونواصل واش هاد الحلقه هذه غدوز واش انت مسطي ولا مالك واش هاد الحلقه هذه في نظرك انت غدوز علاه حنا صورنا بعدا لا ما تقولش لا خليني خليني اخلي لا قلت لك واش انت مدلوله جاوبيني واش انت واسكت ما تخوتيش عليا المرض شوف انا نشيط لا ما تقول ما تخوتيش عليا الله يرحمك علاش كتخوتي عليا علاش علاش كتخوتي عليا مالك علاش كتخوتي علاش كتخوتي عليا علاش نرجس 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 لا نرجس 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 قرعة ديال الماء قرعة ديال الماء نرجس الحلاق خرجات من الطوع ديالها وكنعتذروا منك مره اخرى حاول مراد وفاتي انهم يشرحوا انه كان برنامج طلعات وان كل شيء كان مفبرك باش نعصبوها ونقصوا درجه التحمل ديالها ولكنها تعصبات واش جاب دابا شكون يبردها نرجس الحلاق النجمة المغربية المتألقة بغينا نقيسوا درجة الصبر والتحمل ديالها معلومة الأولى بأنها الجمهور كله اللي هنا متواطئ معنا هذه أول حاجة ثانياً فاتي جمالي متواطئ معنا ضد نرجس اليوم عبرنا درجة الصبر والطونسيو ديال نرجس الحلاق تحية للنجمة المتألقة نرجس الحلاق We'll be right back.